انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد أن النجمة التركية نسليهان أتاغول قررت أن تعود لتصوير مسلسل ابنة السفير بعد أن تحسنت حالتها الصحية، خصوصا أن الكاتب لم يقتل الشخصية بل جعلها تغادر البلد بهدف إعادة نسليهان إلى العمل بعد تلقيها العلاج. لكن تبين أن هذه الأخبار بعيدة عن الحقيقة، إذ أن العلاج الذي يتطلبه مرض نسليهان طويل الأمد ولن تستطيع العودة إلى ولاية موغلا التركية في الوقت الحالي. وإضافة إلى ذلك، فإن الشركة المنتجة قد وقعت عقداً مع النجمة التركية توبا ولا يمكنها التراجع عنه بعد مشاركتها في مشهد واحد فقط. بعد أيام قليلة على تعرض النجمة التركية نسليهان أتاغول لوعكة صحية وطلب الطبيب منها أن تستريح لمدة 10 أيام، كانت أعلنت نسليهان انفصالها عن المسلسل وكتبت رسالة تودع فيها المشاهدين، جاء فيها: مرحبا للجميع، حان وقت أن أودع عزيزتي نارا، المرأة التي أشعر بها بعمق وأنا أجسد شخصيتها، وعلى الرغم من أنني تأقلمت مع ذلك إلا أن جسدي لم يسعفني، لذلك أنا محتاجة لبعض الراحة. تحياتي لفريق عمل مسلسل ابنة السفير، شكرا لأصدقائي وشكرا للمشاهدين والمتابعين، لقد أظهرتم دعما كبيرا، من الجيد أنكم موجودون وأتمنى أن أراكم قريبا بحكايات أخرى. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن خلاف بين النجمتين ومقاطعة نسليهان لتوبا، ذلك أنها كانت تفضل أن يتم إنهاء شخصيتها، إلا أن القيمين على المسلسل فضلوا استبدالها بالممثلة توبا المعروفة بالعالم العربي باسم لميس لتحتدم بينهم المنافسة على وسائل التواصل. توبا ظهرت في مشهد قصير من الحلقة لتقوم بنشره على حسابها الرسمي في إنستغرام الذي يتابعه 5 ملايين شخصا، وعلقت قائلة: إذا كان هناك شيء يتدفق نحوك بسهولة فيقولون لك تقبله في حياتك، كل شيء يتدفق في طريقك بسهولة وجمال، أشكر كل من يدعمني ويحبني لأنهم ينظرون إلي بحب وإيمان، لقد تبللنا جميعا تحت نفس المطر بطرق مختلفة. كانت توبا قد أعلنت في وقت سابق عن انضمامها إلى مسلسل ابنة السفير، وقالت في تعليق على حسابها على إنستغرام: رحلة جديدة بدأت، عزيزي وشريكي السابق إنجين، عزيزي الكاتب، صديقي إليم وإمري الذين تعاملت معكم في السنوات السابقة، أنا متحمسة جدا للقائكم مجددا مع قناة ستار التي عرضت العديد من أعمالي السابقة، ابنة السفير أراكم قريبا. وبالتزامن مع ظهور توبا في مسلسل ابنة السفير، نشرت صفحة تعنى بأخبار المسلسل على إنستغرام مقطع فيديو لبطلة المسلسل السابقة نسليهان أتاغول، وقالت: مرحبا جميعا، أولا أشكركم آلاف المرات على رسائلكم ودعمكم وعلى زيارتكم وهداياكم ودعواتكم، أنتم لطيفون جدا، لم تتركوني، شكرا جزيلا، كما ترون حالتي لا تعتبر سيئة، أنا بخير، كنت بحاجة إلى الراحة قليلا لذلك سأرتاح لفترة ولكنني بخير.